صباح الخير عليك شهاب، صباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا. برحب بحضراتكم من مدينة السلام من شرم الشيخ. وطبعا النهاردة اليوم بينتظروا الجميع لأنه الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة هكون النهاردة بالليل إن شاء الله. طبعا على مدار اليومين اللي فاتوا كان الشغل على قدم وساق، كان في جلسات تحضيرية، كان في أيضا ورش عمل. يمكن أبرز الموضوعات اللي تم مناقشتها خلال هذه الجلسات كان تمكين ذوي القدرات الخاصة نحو عالم متكامل، طبعا العالم الرقمي، الذكاء الاصطناعي. وخليني أحط مليون خط تحت الذكاء الاصطناعي لأن ده محور رئيسي بيركز عليه المنتدى هذا العام. أيضا تنمية مهارات الشباب في الثورة الصناعية الرابعة وغيرها من الموضوعات الهامة. خليني أتكلم مع أحد ضيوفي دلوقتي، هو دكتور معتز فودة، مدير بقطاع التقييم والمتابعة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. خليني أركز طبعا على المشروعات الصغيرة المتوسطة واللي الدولة كانت بتعمل على إزالة كل التحديات للشباب في هذه المشروعات على مدار الفترة اللي فاتت. صباح الخير يا دكتور على حضرتك. صباح الفل وصباح الخير على الساده المشاهدين. صباح الفل دكتور. المؤتمر السنه دي او المنتدى السنه دي هيركز كمان على رياده الاعمال بشكل خاص، وهيركز على طبعا اهم المحاور، ازاله المعوقات امام الشباب للمشروعات الصغيره والمتوسطه وايضا متناهيه الصغر. احب اتكلم عن هذه الجلسات الخاصه برياده الاعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا السنه دي المؤتمر اللي مميزه فعلا ان هو خد النقطه بتاعه رياده الاعمال، وان هي فعلا المستقبل بتاع الشباب او مستقبل التنميه في حد ذاته. لو احنا فعلا عايزين نغير الفكر بتاع الشباب من موضوع الوظيفه واللي هو يفضل متقوقع في الوظيفه الحكوميه، لان في الحقيقه الموضوع دوت ما بيحققش اي طموح للشاب، وفي نفس الوقت ما بيدلوش الحريه الماليه. ما شفناش حد في حياتنا يعني قدر ان هو يحقق الرفاهيه وهو بيشتغل في وظيفه من 8 ل 4، لان الوظيفه طبعا بتقيده، بتبقى سقف طموحها في حدود الوظيفة. مهما كبر في وظيفته فهو سقف الطموح محدود جدا، لكن لو هو كان عنده مشروع الخاص سقف الطموح غير محدود. في نفس الوقت الخبرات والتجارب اللي بيكتسبها الشاب في الوظيفة بتبقى محدودة جدا جدا، لكن لو هو كان عنده برضو البيزنس الخاص بتاعه بيستطيع ان هو يكتسب مهارات كتير جدا جدا في الحياة وفي العمل وفي سوق العمل، وفي نفس الوقت بيستطيع ان هو يحقق الرفاهية المالية اللي الناس بتحاول توصل ليها عشان تحقق الطموحات بتاعتها. فالمؤتمر السنه دي او المنتدى السنه دي الحقيقه ركز على النقطه بتاعه الانتربرنور او رياده الاعمال، وفي نماذج لقصص ناجحه هتتعرض في ورش العمل. وطبعا من اهم المؤسسات اللي بتشتغل في الدوله على هذا القطاع هو طبعا والراعي الرسمي لقطاع المشروعات الصغيره هو جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر. هو الحقيقه ده كان امتداد للصندوق الاجتماعي للتنميه، وفي 2017 طلع قرار بتحويل الجهاز للصندوق لجهاز تنميه المشروعات. ومن بعد التحول دوت الحقيقه الجهاز اصبح هو الراعي الرسمي لهذا القطاع، وهو اللي منوط بيه توفير البيئه المناسبه للشباب بحيث ان هم يستطيعوا ان هم يبداوا البيزنس الخاص بتاعهم او اللي هو عنده فكره. وفي خدمات طبعا كتير بيقدمها الجهاز للشباب في هذا النطاق. يعني حضرتك حابه تعرفي اكتر؟ هو طبعا يعني انا بتكلم النهارده بصفتي عضو في المنتدى ومشارك، مش بصفتي الوظيفيه قوي، لان احنا طبعا مؤسسه محترمه وعندنا ناس كتير هي مسؤوله عن التحدث بالحاجات دي بشكل تفصيل اكتر. احنا بنتكلم بس بشكل عام مشاركه يعني حضرتك ايضا في هذا المنتدى. فانا مدعو في المنتدى باعتباري احد الشباب اللي هو المفروض هيتواصل مع شباب العالم. وهي انا بشكر من هنا طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتاحه الفرصه للشباب ان هم يشاركوا ويجمع شباب من على مستوى العالم لهذا الملتقى، لان طبعا انت عارفين ان العلاقات بين الشعوب لما تبقى قويه بتقوي العلاقات بين الدول. واحنا في عصر دلوقتي عصر تحالفات وعصر اندماجات كتير في على مستوى العالم، فكل ما كانت العلاقه قويه بين الشعوب وبين الشباب كل ما كانت العلاقه والسلام والحب بيسود بين الدول، على امل ان الشباب ده ان شاء الله رب العالمين يعني يتمكن او يحصل له تمكين في البلاد اللي هو فيها. كل الافارقه والعرب والاوروبيين وامريكا الجنوبيه كل القارات في يوم من الايام الشباب دول هم هيبقوا القاده في الدول بتاعتهم، مع الشباب اللي عندنا ان شاء الله برضه يتمكنوا ويبقوا في القاده برضه هم كمان، فهتبقى العلاقات متواصله والسلام والحب هيسود في العالم اكتر نتيجه للعلاقات اللي بين الشباب والفرصه اللي قدروا يجمعها السيد الرئيس على هذا الموضوع. بكل تاكيد. هو طبعا المهم كمان في هذا المنتدى ان اللي بيحضروا متخصصين مستشارين في رياده الاعمال طبعا هيشاركوا مع الشباب نجاحاتهم، هيشاركوا ايضا مع الشباب كل التحديات كل المشاكل اللي كانت بتقابلهم على مدار يعني خبرتهم الكبيره طبعا في هذا المجال، وايضا تدشين حاضنه رياده الاعمال دي مهمه جدا برضه. هو بصي حضرتك، هو
طبعا الخبراء اللي هيبقوا موجودين وقصص النجاح الموجودة هتدي أمل كبير قوي للشباب الموجودين. هخش في نقطة بسيطة كده بخصوص جهاز تنمية المشروعات فيما يخص ريادة الأعمال عشان الشباب ما يحسوش إن إحنا يعني سايبينهم كده وخلاص. وفي برامج لريادة الأعمال متخصصة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتبدأ حتى اللي ما عندوش فكرة. في برامج اسمها ولد فكرة مشروعك، دي موجودة في الجهاز بيتيحها للناس اللي عندها مش راسي على فكرة معينة، بيعملوا ورك شوب كده لمدة يومين بيطرحوا بيها بعض الأفكار اللي تنفع يشتغل فيها، وبعد ما اليومين دول يخلصوا بيبتدي بقى يخش على الباتش الثاني او الجزء الثاني اللي هو بقى هاو تو ستارت يور بزنس او ازاي تبدا المشروع. بيبتدي من اول الفكره بتاعه المشروع ومراحل تطور الفكره لحد ما يخلص في نهايه البرنامج بخطه عمل كامله متكامله للمشروع بتاعه. ثم بعد كده لما المشروع بقى يبتدي يقف على رجله يعدي مثلا سنه ويبتدي الشاب يقف على رجله، في برنامج ثاني اسمه حسن وطور المشروع بتاعك برضو بيتاح من خلال دورات رياده اعمال بيوفرها جهاز تنميه المشروعات الصغيرة للشباب. فإحنا من هذه المنصة بندعو كل الشباب مصر إن هم يبتدوا بقى يغيروا الفكر وينسوا موضوع الوظيفة التقليدية اللي بتقتل سقف الطموح دي وبتخليهم محلك سر، يعني مهما يوصل هو هياخد كام مرتب في الآخر أو إن هو هيوصل لطموح قد إيه. فلو اتجه للبزنس الخاص شوف رجال أعمال كتير والقصص الناجحة اللي هيشوفوها في المنتدى هتشجعهم أكتر، والخبراء الموجودين طبعا هيتكلموا بتفصيل أكبر مني بكتير. فأتمنى الناس تستفيد أكبر استفادة ممكنة والفكر يتغير، والشباب طبعا هم قطرة التنمية، ونتمنى لمصر طبعا مستقبل أفضل بشبابها. يعني معلش برضو حتة كمان عايز أتكلم فيها بخصوص مهارات الشباب والتركيز على الارتفيشال انتجنس اللي حضرتك قلت عليه والتحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي كمان، الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ده طبعا يعني من أهم الموضوعات، ودي يعني حاجة فاليو أدد للمؤتمر إن هو يبقى اللاست أبديتد لكل التطورات اللي بتحصل. فموضوع الجاي أو موضوع الساعة هو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وحضركم شفتوا روبوت صوفيا أعتقد كان موجود في المطار أو بيقولوا إن هو هيبقى موجود، يعني لسه ما تأكدتش من الموضوع. موجودة فعلا روبوت صوفيا، وطبعا دي أكتر يعني إنسان آلي مشابه للإنسان بشكل كبير جدا. وبعد كده هيبقى فيه بقى الديجيتال كارنسي والعملة الرقمية البيتكوينز والليبرا بتاعت الفيسبوك. فالعالم اللي جاي كله هو عام يعني للتحول الرقمي، فالمهارات بقى بتاعت الشباب لازم تتواكب مع التطورات التكنولوجية الخطيرة، وده اللي المنتدى ركز عليه، ودي كانت فكره فعلا حلوه. ثقافه الشباب فعلا هتتغير لما يكونوا كمان التوصيات اللي هتطلع من هذا المؤتمر لما بتنفذ على ارض الواقع، والشباب يبتدي يحس انه ما فيش مشاكل بتقابله او المشاكل قلت بشكل كبير، اكيد ثقافتهم طبعا هتتغير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور معتز فوده مدير بقطاع التقييم والمتابعه وجهاز تنميه المشروعات، بشكرك شرفت. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، ميرسي، شكرا.